إذا كان الإنسان مقيما في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينتين ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟ هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة ولا إقامة محددة؟ لم أعتقد أنه محدد. إذا كان محددة فهو مسافر. كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر. خذ هذه القاعدة: الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع، فهو مسافر لو بقى 10 سنوات، مثل أن ينتدب قاض إلى جهة من الجهات ويقال اذهب حتى نجد قاضيا يحل محله، فهذا مسافر لو بقى 10 سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمن؟ بعمل. بعمل. المحدد بزمن مثل أن يقال للشخص اذهب ودرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين، فهذا أيضا محدد. فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر. لكن لبعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن المحدد إذا تجاوز 4 أيام انقطع حكم السفر بحقه ولزمه الإجماع، وبعضهم يقول 15 يوما، بعضهم يقول 19 يوما، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح. فلذلك نرجع إلى الأصل، وهو أن السفر مفارقة الوطن، فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحقه، ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر. وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم.